والوطن العربي شافني وانا بطير بالقلم، ما يجيش يقول لي اصل اكلت مشاكره وايذاك يا بيه ويكلمني في احنا نص الماده 377 بنت 9 يعني جاي يقول لي غرامه 100 جنيه، ما ينفعنيش غرامه 100 جنيه فخبط العالم كله شافني وانا بضرب بالقلم، ده قبل ما يشوفني سمع صوت القلم يا فندم في وسائل الاعلام والمشاهدين من المصريين والعرب في انحاء الوطن العربي كله، تعرضت للاهانه امامهم شافوني صوت وصور. تيجي النيابه العامه تتكلم في طب وصف بتكلمني في نص الماده 377 بند 9 بيقول لي اصل دي مشاجره واذا لم ترتقي لدرجه الضرب او الجرح وفي ايذاء خفيف لم يتعدى الاصابه تكلمني في 377 وتقول لي اصل العقوبه لم تتجاوز الضرب.